تتكلم عن الحاضر ولا عايز تعقب على هذا الكلام؟ مش مستهويني الحوار بهذا الشكل. وانا طبعا مع اعتزازي بالاستاذ عبد الحليم قنديل مش جاي اسمع محاضرته، مش جاي اسمع محاضره على تشخيصه الواقع. تمام، خلينا نتكلم عن الواقع يا استاذ منتصر. نشخص الواقع، ما هو مش بعد ما اتكلم تلت ساعه تيجي تقولي لي طب هنتكلم عن الواقع. ما انا هسمع حضرتك قد ما انت عايز. يعني اتفضل يا فندم، عندي القدره ان انا اتكلم، وانتوا عارفين والمشاهدين عارفين، وعندي القدره ان صوتي يعلى، وعندي القدره ان اتحدث حديثا حماسيا. كل ده موجود. جميل. بس انا مهموم ببلدي. اتفضل. مهموم بوطني. مهموم بالناس اللي انا بشوفها في الشارع وانت بتشوفها في الشارع، الناس التي تريد التغيير. هنقعد بقى في الحلبة دي؟ لا، مش حكاية. ما انا تريد يعني التغيير مش مع الاخوان. يا الاخوان صناع مأساته. طب خلينا نسمع الاخوان صناع مأساته. مش تمام، خلينا نسمع الاخوان. اتفضل يا استاذ. ما تكلمش مشكلتك الاخوان. يا استاذ عبد الحليم انت راجل وطني. لا، وانت وانا لا انكر وطنيتك يا اخي. يا استاذ انا بنحاز الى ضميرك. مش وطنيه، انا مش محتاج شهاده وطنيه يا استاذ منتصر. طيب يا استاذ منتصر، انت هتحط الاخوان مش من حد، وانا مش بمنع عليه. هنخرج من الازمه دي ازاي يا استاذ منتصر؟ لكن اطلع بقى من شرنقه الاخوان دي اللي انت ماسك. انا مش في شرنقه الاخوان. انت في شرنقه الاخوان. انا مش في شرنقه الاخوان. انا جاي اتكلم. اتفضل يا استاذ منتصر، خلينا نسمعه. اتفضل يا استاذ منتصر، ازاي ممكن نخرج من الازمه اللي احنا فيها دلوقتي؟ ازاي نخرج؟ اهو كده نتكلم في ده. كويس. نتكلم في وانا اقول الناس طلعت. خليني بقى، ما هو ما دام ذكر لازم اقول الناس طلعت. طب طلع الناس دي تاني. طلع الاستاذ عشان يقولوا تاني وهيطلعوا في الاستفتاء. طلعهم تاني وهيطلعوا في الاستفتاء. اتفضل. في نسبة اقبال. طب انما خليك كمل يا استاذ عبد الحليم. خليك كمل. اتفضل يا استاذ منتصر. تلت ساعة اسمع منك محاضرة. اسمعني بقى. اتفضل. الناس دي اللي طلعت لانها كان عندها اعتراضات. كلنا كان عندنا اعتراضات على طريقة الادارة النظام في وقت الرئيس مرسي. لكن لا نستطيع ان ننكر كمان ان العقبات والعراقيل وضعها كل القوى السياسيه دي في طريقه علشان يفشل. اتحطت العقبات في طريقه لافشاله. انا افهم ان اي امه متحضره بتخرج او يعني طريقه اطاحه الرئيس، خصوصا رئيس منتخب. احنا اذا شرعيه هذه الشرعيه التي يستهجنها الاستاذ عبد الحليم انه تنقلب عليها. هو في واحد هو ما انقلبش عليها. انا بقول لك انقلب عليها. ما فيش حاجه اسمها انقلب عليها. وجهه نظري. تمام، دي وجهه نظر حضرتك. دي وجهه نظر حضرتك. اتفضل يا استاذ منتصر. غريبه ما انقلبش عليها. اتفضل. وجهه نظر طارق البشري. اتفضل يا استاذ منتصر. ننتقد وكنا بننتقده مش هو رئيس. انا علشان اناقض هذه الشرعيه اناقضها بشرعيه اخرى. انما اطلع الناس ب إيحاءات وأمنع الكهرباء وأطاحها وأمنع البنزين وأفتعل أزمات رجل كان يحكم بلا مؤسسات. بلا مؤسسات، المؤسسات كلها كانت شغالة ضده. وبعدين بالبيبسي والعصير والشيبسي وأنا حنين عليكم وأنا عايز الشعب ينزل الشارع. الشعب المصري في قطاع كبير، قطاع كبير من اللي نزلوا في 30 يونيو خدعوا وغرر بهم في دف. لان الشعب المصري ده زي ما اتكلمنا تحت وطأة الحاجة. لانه الشعب المصري مأزوم، محروم، بيعاني. فلما تصنع الازمات امامه ليدفع دفعا الى الخروج فيخرج، والقوات المسلحة هي اللي بتمهد له الطريق انه يطلع، والطيارات تنزل له الاعلام، في حين ان تجمعا اخر ما كانش بيحصل مع هذا الكلام. الكلام في خروج ودفع الناس للخروج تجمع رابعة كثير. تقصد تجمع رابعة؟ تقصد التجمعات الأخرى رابعة وغيرها واللي في الشوارع والمظاهرات. ناس قعدت سنة كاملة تعمل مظاهرات، ناس كانت قعدت سنة كاملة تعمل مسيرات، ناس قعدت سنة كاملة تعمل تنظم مليونيات، 28 مليونية قبل 30 يونيو، ومفيش حد قال ان الناس دي بتخرب. النهارده وانا قاعد اهو النيابه العامه بتحل مش عارف 11 علشان عملوا تخريب او شغب عند حدائق القبه، مع ان المتمردين على الرئيس مرسي اللي كانوا جابوا ونش هيشيلوا بيه الباب بتاع الاتحاديه مصطفى خاطر ما كلفش نفسه يحقق.
مع الناس دي اللي كانت بتعمل شغب. اللي عملوا كده مش محبوسين دلوقتي. اللي عملوا كده مش محبوسين دلوقتي. ما هو محبوس. الاستاذ عبد الحليم اتكلم تلت ساعه مع حضرتك ما قطعته. لا سالته كلمته سالته لما عندي سؤال اعتراضي بساله وبسال حياتك عشان اعرف. تساليني في ايه؟ اتفضل. انا بسال حياتك اللي عملوا ده ما اتحبسوش مش محبوسين؟ ولا اتحبسوا. ده المجرمين المقنعين اللي كانوا بيسموهم البلاك بلوك لما اتقبض عليهم مهن تحت وطأة ضغوط وراحوا النيابة أفرجت عنهم. مجرمين لابسين أقنعة وبيضربوا الناس في الشوارع. النيابة أفرجت عنهم. كل اللي كانوا بيرتكبوا جرائم إذا اتمسكوا كانوا بيروحوا النيابة والنيابة تفرج عنهم. دي حرية الرأي والتعبير. النهاردة بقى له عندي القصر القبة مشاغبين وعمل لهم قرار اتهام كده اهو. هو ده اللي كنت بتناضل علشانه في ايام حسني مبارك وفي ايام مرسي. هو ده اللي بتناضل علشانه واللي بيناضل عنه المناضلين. هو ده الكيل بمكيالين. لا لا يا استاذ لا. وانا لا الناس كلها عارفه ان انا كنت بعارض في زمن مرسي، لكن انا لا اقبل هذا التدجين ولا اقبل هذا الخداع ولا اقبل هذه المؤامره التي تجري لنوهم الناس ان في ثوره. لا كانت مؤامره بتعد على مدى عام علشان انقل. ما هو شخص وانا بشخص شخص. ليه؟ علشان احنا بنخاطب راي عام. ناس طيبين، ناسنا الطيبين بس واعيين، اللي في البيوت اللي طلعوهم علشان البنزين وازمه البنزين. ده في 30 يونيو نفسه ازمه البنزين.